السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نديروا هذه الحلقه هذه بغيت نشكر الناس اللي تابوناو، تنقول لكم شكرا بزاف بزاف، شكرا بزاف على الثقه ديالكم الخوت، والقادمه يكون احسن. انا تنوعدكم باللي القادمه يكون احسن، وكل نهار غادي نشوفوا شي حاجه جديده. المهم ما علينا، دابا ندخلوا الكورسه ديال نهار السبت 1 فبراير 2020، كورسه اللي تيب ديالها لاطلي 2850 متر و 16 عاود ملعوبه في لاكورت غوش، ديبار ديالها مع 3 و 4. كما عودتكم غادي نمشي نشوفو دابا العودان، نشوفو شنو تيديرو في لي كونديسيون اللي عندنا. كما تتشوفو غادي نشوفو العودان اش يديرو في لاطلي، واش يديرو في لاكورت غوش، واش يديرو في المسافه اللي هي 2850 متر. كما تتشوفو هنا العود الاولاني في لاطلي، ديستونس ديال الاول، ديستونس تاسع ما داخلش. ها هما الاخرين اخوتي قدامكم تشوفوهم هنايا في لاكور، ديستونس ديال الاول، ديستونس ندير تاسع، ديستونس الاول ثالث ما داخلش. المسافه عنده الاول ديستونس ثالث ديستونس. تبارك العود الاولاني شويه نتائج متفاوته، ولكن يقدر يضرب الراس كما تتشوفوا، راه عنده تيضرب الريوسه بزاف، يعني شي دخل الراس هو الاول، تيدخل هو الاولاني. العود رقم جوج كما تشوفوا، العود رقم جوج، العود رقم جوج خلاط لي في 2020 لعب فيها، ندير فيها تاني، ندير فيها تامن تاني، 2016 ندير تالت ديستونس ما داخلش، سابع تالت ديستونس، خامس ديستونس ما داخلش. في لاكورد ندير تاني، ندير تامن، ندير تاني. المسافة ندير تاني، 2019 ندير سابع ما داخلش، سابع تالت، رابع ديستونس، رابع سادس، سابع خامس، خامس. شوية تيبان شوية ماشي تالي. العود رقم ثلاثة كما تشوفون هنا، العود رقم ثلاثة فلات لي مدير الأول، دير ثالث ما داخلش، ثاني ثالث رابع ثالث الاول، 2020 في لاكور ندير فيها الاول، دير ثالث في المونتي ما داخلش، دير ثاني ثالث رابع ثالث الاول. المسافه ما داخلش، دير رابع ثالث الاول في 2019، تيبان شويه ماشي تال. هنايا دريم الرقم 4 فلاتلي لعب في 2020 ما داخلش، 2016 مدير تالت ديستونس، سادس رابع تاني الاول. هنايا في لاكورد ما داخلش، مدير تالت ديستونس، سادس رابع تاني ما داخلش، سادس خامس الاول. المسافة 2020 ما داخلش، مدير تالت ديستونس تاني الاول، سادس خامس الاول، تاسع. هادشي في المسافة. هنايا لاكور، هنايا العود رقم 5 دينو ريلار، هنايا في لاطلي مدير سادس السابع، راهي 2019 وراها تشوفوها الخوت، وقف الفيديو اناليزي على خاطرك. هنايا في لاكورد مدير سادس السابع، وفي المسافة ما لعبش 2020، 2019 مدير رابع سادس ديستونس الاول، ثامن ديستونس. العود رقم 6 لاطلي في 2020 مدير ثامن ثاني سادس، في لاكورد ندير تاني سادس، في الديستونس ندير تاني سادس. العود رقم 7 كما تشوفو فلاتلي لعب في 2020 ندير سابع ندير تامن، لاكورد ندير سابع ندير تامن، في الديستونس ما لعبش في 2020، 2019 ما داخلش، ندير تامن، ديستونس تالت، سابع ما داخلش ديستونس. العود رقم 8 فلاطلي مشارك جوج مشاركات، 2020 مدير تاني خامس. العود رقم 8 تيبان مزيان، ندير الاول تاني، في لاكور ندير تاني خامس، في المسافة ندير خامس، 2019 ندير الاول اريتا، ندير رابع سادس تالت تامن تالت تاني سادس. هنايا العود رقم 9
فلاتلين ديال 5/5/2020 راهي 2019 وراها. تشوفوا اخوات وقفوا الفيديو على خاطركم واناليزيو. وف فلاكور ندير 5/5 المسافه ندير 5/5 2019 ندير فيها ثاني سابع ما داخلش ديستونس ثالث سادس سابع رابع العود رقم 10 فلاتليم ديال الاول 2019 ديال الاول تاسع سابع ما داخلش الشامل الاول فلاكور ندير الاول في المسافه ما لعبهاش في 2020 2019 مدير فيها تاسع الاول 2018 ما داخلش دير ثالث 2017 مدير الاول الاول 2016 مدير الاول الرابع هنايا العاود رقم 11 فلاتلي مدير تاسع ثامن فلاكورد مدير تاسع ثامن في المسافه مدير ثامن 2019 مدير سابع سادس ما داخلش دير ثالث رابع الاول ما داخلش رابع الاول هنايا العود رقم 12 كما تشوفوا فلاتلي ما لعبش 2020 2019 راهي قدامكم العود رقم 12 شيبان عيان اصلا تيلعب غير المونتي بزاف كما تشوفوا وفلاتلي راه ما تيدير فيه والو راهي في المسافه عنده رابع في المونتي وديستونس في الاتلي سادس ديستونس في اتلي ما دير فيها والو العود رقم 12 تبان موفي زافير والله أعلى وأعلم العود رقم 13 فلاتليم ديال الرابع تاني 2020 فلاكورن ديال تاني في المسافة ما جراش 2020 2019 ما داخلش عنده ديستونس هنايا برازيل دو بلاي فلاتلي لعب مرة واحدة في 2020 مدير فيها والو فلاكورد جوش شيء مدير والو في المسافة ما داخلش دير تاسع رابع ديستونس نعود رقم 15 فلاتلي لعب جوج كورسات مدير فيهم والو كذلك هو ميتر فلاكورد المسافة ما لعباش في 2020 من 2019 دير فيها ثالث تامن الاول ثالث سادس ثاني ثالث ثامن سابع يعني ست بلاصه مره مع العود الاخر رقم 16 لاتلي كما تشوفوا لعبها مره واحده ما ندير فيها والو لاكورت كذلك هو مثال المسافه لعبها في 2019 مدير فيها سابع ثالث رابع الاول خامس الاول سابع الاول ثالث خامس والخوت في انتظار الحلقه الثانيه والثالثه ما تنساوش تدعموا اخوكم الله يسهل على كل واحد خليتكم راحة البال تهلاو في راسكم بون كوراج الله يسهل الامور